أهلا بكم إلى برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. مشاهدينا الأعزاء، وفي هذا العدد معنا واقع مأساوي يعيشه طلبة العراق وسط إهمال حكومي يتواصل بحق المسيرة التعليمية وما يحتاجه الطلاب. في الموضوع الثاني، العراقيون بين الابتزاز الحكومي والتهديد من جهة، وبين القلق من العصابات التي تهدد أمنهم واستقرارهم من جهة أخرى. بعد ذلك نتوقف عند ظاهرة الانتحار التي شاعت مؤخراً، وارتفاع لمأسوب هذا النوع من الجريمة وإنقاذ لبعض المواطنين. والختام سيكون مع واقع المياه الملوثة التي لا تزال تصل مناطق مختلفة بمحافظة البصرة. أهلاً بكم. البداية مع واقع التعليم في العراق، طريقة جديدة لتوزيع المناهج الدراسية على تلاميذ العراق. دعونا نتعرف معا على هذه الطريقة. الآن إلى مدرسة الرحمة بالمعامل، حيث إن ما يزيد عن 100 طالب أو ما يزيد عن 100 طالبة يجلسن في قاعة واحدة على الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية. ويتساءل رواد التواصل الاجتماعي، رواد هذه المواقع يتساءلون قائلين: من المقصر بين المسؤولين؟ تعالوا نتابع. إخوان باعوا هاي المدرسة الرحمة، باعوا لها شلون صايرة؟ ولا رحلة بالمدرسة. هاي الطلاب خطيئة. هاي الطلاب 113 طالب بهذا الصف، شوفوها، وبعدهم ما مداومين. وهاي الرحلة، هاي الرحلة مالتهم، وهاي الجهال باعوا لها. بالله زين، هذا اليوم صيف زين، باكر شلون ترم هاي الشغلة؟ باكر شتي، وين يروحون؟ ناشد الاهالي المنطقه باعوا له شلون صايره؟ وين التربيه؟ اخوان الناشد، الوجهاء مال العشائر والساده، عرفت شلون؟ لازم احنا يصير اضراب بهاي المدارس، اذا ما يصير اضراب ما حد يجيب لنا حقنا. هاي الطلاب تقبلونها؟ يعني بس المعامله هيك، يشهد الله، روح للعبيدي، روح للمشتل، لاي منطقه ما بيها هيك مصيبه، بس هاي مصيبه المعامل. وين الوجهاء؟ لازم نسوي اضراب على مود يجيبون حقنا. اي رحله ما بيها المدرسه في مالا. المقطع الاتي يظهر هلع وبكاء بين طالبات احدى مدارس اطراف بغداد في منطقه الفضيليه. تعالوا نتعرف على الاسباب. هاي غرفة المعلومات، هاي حالنا. ما راح اسوق، وين كل هذا العدد من الطالبات كافي ليبث الخوف والقلق داخل هؤلاء الطالبات، للأسف، الذين ينشأن في بلادهم نشأة غير سوية، حتى إذا ما شاهدوا عبر التلفاز طلابا في دول أخرى كيف أن وسائل التعليم المريحة تتوفر أمامهم. يتساءل هذا الطفل وهو ينشأ في عراقه قائلا: لماذا لا أحصل على حقي مثل هذا الطفل في هذا البلد أو غيره من البلدان؟ الآن إلى موضوع آخر، ابتزاز حكومي واضح يقوم به ضباط معروفون من الحكومة الحالية يهددون مواطنا إما أن تدفع المال وإما أن تتعرض إلى خطر التهديد الذي يستهدف حياتك وحياة عائلتك.
طبعا هذه لقطات تظهر أشخاصا حضروا بعربتين أو سيارتين وأطلقوا الرصاص على منزل أحد المواطنين، وقد تناقل مرتدو مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه بيانا أو كتبا من عائلة هذا المواطن موجهة إلى جهات عليا مختلفة في العراق تخبرهم عن الأفعال التي يقوم بها ضباط محسوبون على القوات الحكومية، وكيف أنهم يهددون هذا الرجل ويرسلون شبابا مسلحين ليطلقوا الرصاص على منزل هذا الرجل بين الحين والآخر، وتعدى ذلك إلى إرسال رسائل تهديد مباشرة إلى الرجل، ومواقع التواصل الاجتماعي العراقي تعج بشكل كبير فيما يتعلق بهذه المعلومات، وبإمكانكم أن تتحققوا من صحتها. في المقطع الآتي مشاهدين الكرام، عصابة وصفها مرتدو مواقع التواصل بالعصابة المجرمة ومعهم بنت شابة تطرق الأبواب في منطقة الحرية في بغداد حتى يتم فتح الباب لها من قبل أهل الدار، ثم تدخل العصابة لترتكب جريمة السرقة. الفيديو القادم نموذجا، تعالوا نتابعه معا. هذا الفيديو يدعو العراقيين للحذر وسط تواصل الإهمال الحكومي من ناحية الأمن والاستقرار وغياب الدور الذي ينبغي على الأجهزة الحكومية أن تقوم به، فبدلا من أن تقوم بإطلاق النار على بيوت الناس الآمنين الذين هم في بيوتهم وهذه البيوت من حقهم، وبدلا من تهديدهم بدفع الأتاوات مقابل الأمن والأمان، عليها أن تقوم بواجبها تماما كما يقول الشباب العراقي من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. مشكلة الأمن والاستقرار وغياب هذا الدور الحكومي وتواصل الإهمال فيه مستمرة معنا، ولكن بملف آخر. ظاهرة الانتحار في العراق هذه التي تزداد يوما في إثر الآخر، وشباب يرجع الأسباب إلى الإهمال الحكومي من ناحية الأمن والاستقرار وعدم متابعة أحوال المواطنين في أكثر من منطقة على امتداد العراق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحالة الاقتصادية الصعبة التي لم تقدم لها الحكومة الحالية للأسف أي حلول. عموما دعونا نتابع الآن فيديو فيه محاولات لإنقاذ امرأة ألقت بنفسها في شط الزبير غرب البصرة، قام بها عدد من الشبان الذين أنقذوها. تعالوا نشاهد هذا المقطع الآن. يلا روح يا بطل. ومن هذه المحاولة لامرأة يعني قدمت من أجل الانتحار وشباب أنقذوها، للأسف نذهب إلى حالة انتحار حدثت وتخللها أيضا عملية قتل قام بها المنتحر. بكل أسف مواطن من أهل بابل يقتل أخاه أمام والدته وينتحر بعدها، والسبب خلاف على توزيع الميراث. نتابع. حاضر
نزعه جيبه عدين يا اخوي عدين والله انت شنو هو هذا مال هذا هذا اللي نفس مين معسير بويا اثنين نعتذر للسادة المشاهدين عن فظاعة هذه المشاهد، ولكن كان لابد من بثها ونقلها لعل البقية ينظرون بعين الموعظة لمثل هذه اللقطات ويفهمون أن المودة والتعاطف والتراحم الحقيقي الذي أوصى به ديننا الحنيف يتجاوز أي مشكلة مجتمعية بإمكان أهلها أن يقوموا بحلها فقط إذا حاولوا أن يجلسوا ويستمعوا جيداً إلى بعضهم البعض. الآن إلى محاولة انتحار أخرى، إلى شاب آخر يحاول الانتحار والمصور يعزي الأسباب إلى الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق والحال الذي وصل له الشباب في ظل تفشي البطالة. لك يا معود لعلي الشيطان يا معود هذا راح ينتحر شاب عراقي مر المأساة والغم والقهر معود لك يا معود لعلي الشيطان هذا حط الحبل برقبته ويريد يشلق نفسه على الجسر مال علاوي هاي مأساة العراقيين هاي الشباب وقت تنتحر يلا 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 جروا جروا حي جروا جروا خلي نزلون ولد بالسيارة ساعدوه ساعدوه اصعد ولا قلب ضايع كتلة كتلة يا ولد هذا هذا يا خلي ساعده هذا 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 هنا ينبغي الإشادة بدور هؤلاء المواطنين الذين انبروا من أجل إنقاذ هذا الشاب وثنيه عن محاولة الانتحار هذا ما يعكس الأخلاق الطيبة للعديد من العراقيين وحرصهم على ضرورة أن يحمي بعضهم بعضا لا كما يقوم ضباط محسوبون للأسف وتابعون القوات الحكومية كما يقول شباب عراقي في فيسبوك وتويتر وغيرهم من مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا كهؤلاء الذين كان ينبغي عليهم أن يقوموا بدورهم الأمني ولكنهم يعتدون على الناس بإطلاق الرصاص دون حسيب أو رقيب فهذا الدور المجتمعي من شباب عراقي حريص على أبناء بلده ينبغي أن نتوقف عنده بشيء من الشكر والتقدير إلى موضوع آخر يفرض ذاته علينا بشكل شبه يومي الواقع الصعب الذي تعيشه محافظة البصرة في مركز أبي الخصيب تحديداً الماء المالح يعود إلى المنطقة بعد انقطاع دام أكثر من يوم كامل اليوم 10/10/2018 هذا ماي أبو الخصيب المركز صوب زاهي قام الآن إلى مواطن من أهالي السوق الكبير في منطقة القبلة بالبصرة يؤكد استمرار أزمة المياه الملوثة ويقول إن الحكومة تدعي أنها حلت المشكلة ولكنها كاذبة بحسب المواطن تعالوا نتابع مازال الماء طين منطقة القبلة السوق الكبير يوم 16 يعني ما أعرف شنو الكلم ما أعرف لو بيصوب صافي لو بيصوب سيد جاسم شوفوا هذا الطين الله ينتقم ان شاء الله من عندكم هسه احنا شو استفاد الوعود هاي والشرك انت تخلص من عندك زين لا تقولون البواري مكسره ما جاي تتعمل زين شو المرات يصب صافي اذا مالح مالح يقطع يصب فضي ايش مالي شنو هالوضعيه هاي طار طين على حاله طين اطلبوا لنا طين حتى لا في يوم واحد يقول لك شنو يصور السيفوني قلت والله تعال حطها في حلقة الماء طين على هاي يلا مرة يلا بابا شو تسوي هسه هذا شو استفاد من عندي هذا الطين شنو استفاد من عندي هسه
الآن إلى مواطن آخر من منطقة القبلة صور الماء الواصل لمنزله والذي لا يختلف كثيرا عن حال الماء الواصل لمنزل المواطن الذي شاهدتموه في المقطع السابق. وصلنا الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة آراءكم، واخترنا لكم فيها ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع وذكر اسم محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق على عملة الدينار العراقية حديثة الطبع، والتي أثارت الرأي العام الناقد لهذه الخطوة غير المدروسة، وهي مخالفة للسياقات المعروفة حيث توقع العملة عالميا بالعنوان الوظيفي وليس الاسم. الخطوة تزامنت مع رفع رمزية الدينار الإسلامي الأموي الذي صك بزمن الخليفة عبد الملك بن مروان من العملة واستبدالها بشعار جديد لا يحمل أي معنى. هذا ما كتبه شباب عراقي اعترض على هذه الفكرة من خلال نشر صور للعملة الموقعة باسم المحافظ على حساباتهم في مواقع التواصل. تعالوا نتابع معا هذا المقطع ومن ثم نقرأ التعليقات. مشاهدينا، هذه الصور تداولها عدد من الشباب العراقي عبر حساباتهم الخاصة ونشروها أيضا على هيئة تغريدات في الموقع موقع تويتر طبعا. نقرأ عليكم الآن ما راج في فيسبوك تعليقا على الصور التي شاهدتموها قبل قليل. أكرم يكتب: بعد تجريد العراق من هويته العربية يتم الآن تجريده من هويته الإسلامية، معترضا أكرم على ما حدث في العملة الحديثة واستبعاد لما يعده رمزا إسلاميا هدفه للأسف تشويه هوية العراق الإسلامية كما يقول. تعالوا نذهب إلى تعليق آخر. في التعليق التالي عاطف الموسوي يكتب: زين في حالة تغيير المحافظ وجاء محافظ آخر أيضا تسحب العملة القديمة ويكتب اسم المحافظ الجديد، مهزلة التاريخ الحديث، إلى أين ذاهبون بنا أيها السياسيون؟ الصدفة. عاطف يتحدث عن فكرة أن العملة لا ينبغي أن يكون التوقيع عليها باسم المحافظ وإنما بالصفة أو بالهيئة التي يمثلها، وهذا التصرف الذي حدث هل سيجعل العراقيين لاحقا في حال تم استبعاد هذا المحافظ أو مثلا خروجه عن مسار الخدمة، هل سيتم للأسف إنهاء هذه العملة وإنتاج أو طباعة عملة جديدة؟ يقول متهكما طبعا. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي أبو محمد الرياح يكتب: من المفروض أن تنسحب العملة ويتغرم العلاق إذا أكو حكومة. أبو محمد أو أبو محمود يتحدث عن لزوم أن يخضع المحافظ إلى المحاسبة لأن التصرف الذي قام به لا من ناحية قانونية ولا من ناحية عرفية كما جرت العادة بالعراق يصلح. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي قصي محمد يقول: المفروض يحاكم على انتحال صفة المحافظ وهو وكيل. هنا يتحدث قصي عن فكرة أن المحافظ هو محافظ وكالة وليس محافظا معينا له كامل الصلاحيات، لذلك ينبغي أن يحاكم كما يقول قصي وليس أنا. إلى تعليق أخير نذهب وإياكم، وكتبه نزار الزهيري. يقول نزار: هو البلد بكبره باكو بقت على العملة. على ما يبدو أنه تعليق يستهجن من خلاله هذه الفكرة وهذا التصرف الذي قام به محافظ وكالة. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. أزمة التعليم العراقي هو الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية، ويتلاءم مع الملف الأول الذي تحدثنا فيه عن واقع الطالبات العراقيات والطلبة بشكل عام في أكثر من محافظة وكيف أنهم يعانون وأن التعليم يعيش كارثة حقيقية. طلبة للأسف لا يجدون مقاعد للدراسة، وآخرون يقومون بلملمة الكتب الدراسية عن الأرض من هنا وهناك وسط غياب للمشهد التعليمي
الوازن الرشيد والحكيم. دعونا نتابع وإياكم كيف غرد شباب عراقي على تويتر من خلال هذا الوسم الإلكتروني أزمة التعليم العراقي. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتبه عمار. يقول عمار: ليست الأزمة أزمة كتب أو مدارس، لكنها أزمة أخلاق وأزمة غيرة على أطفال العراق المظلومين والمحرومين. حسبي الله ونعم الوكيل. هنا يتحدث يقول: الأزمة والمشكلة ليست في المدرسة، ليست في المدرس، وإنما في الذين لا يراعون حق الطلبة العراقيين ولا يحترمون ما تمليه عليه ضمائرهم. هذا إذا كانت ضمائرهم حية أصلا. إلى تغريدة ثانية. في التغريدة الثانية نقرأ ما كتبت نور. تقول نور: في زمن التقدم العلمي والتكنولوجي، مدارس العراق طينية بدون خطط تنموية، التربية بلا خطة سنوية أو خمسية، والسبب بوق الحرمية. نور تقول: إن سبب للأسف تراجع المشهد التعليمي في العراق هو وجود مسؤولين لا يحترفون إلا السرقة. هذا ما قالته في تغريدتها. إلى التغريدة الثالثة نذهب إياكم الآن، ولا أدري ربما كانت التغريدة الأخيرة. مروان الدلفي يقول: الطالب يستنسخ ويشتري الكتب في دولة ميزانيتها مليارات. مروان يتحدث عن الواقع الصعب الذي يعيشه الطلبة في العراق. نذهب الآن إلى تغريدة أخيرة معنا في هذا الموضوع وكتبها يوسف. يقول يوسف: الأزمة ليست في التعليم، الأزمة هي في الفاسدين الذين يقودون ركب العملية التربوية. يوسف يريد أن يقول لكم: من الذي يقود المسيرة التعليمية في العراق للأسف لا يهتمون إلا لأنفسهم، لمناصبهم، لما بإمكانهم أن يحصلوه من فوائد غير قانونية تأتي على حساب أبناء العراق. هذا ما أراد أن يقوله في تغريدته. بعد الفاصل ننتقل إلى المقاطع المصورة. المقطع الأول عن احتفالات في دول عدة باليوم العالمي للعنف، نتابع. يوم عالمي للاعنف، وواقع العراق مرير كما تعلمون. يوم للاعنف والمنطقة للأسف تعج بظروف صعبة تؤكد أن العنف للأسف قائم. لعل القادم يحمل شمس الإنسانية بحق لا بالكلام فقط. إلى اللقاء.